قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. لدى وصول جلالته كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. خلال لقاء جلالته أيده الله بكبار الضباط أشاد بما تحقق في الموسم التدريبي السابق وإعادة التنظيم للموسم التدريبي القادم لرفع الكفاءة والاستعداد لأي تحديات تهدد منطقتنا. مشيدا جلالته رعاه الله بالمشاركة الناجحة والمتواصلة في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربية المشتركة بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية دعما للعدل ودفاعا عن أوطاننا ضد التدخلات الأجنبية الإرهابية وتقديم الإغاثة والتشرف بالمساهمة في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين وما تحقق من نتائج مميزة إيجابية. كما أشاد جلالته بالمشاركة المهمة الفاعلة لرجال قوة دفاع البحرين في التمرين العسكري المشترك درع الخليج واحد الذي أجري في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد أكد جلالته أيده الله بأن هذه المشاركة تأتي انطلاقا من عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتعاون العسكري المشترك مع الأشقاء والأصدقاء، وأن ما أبداه رجال قوة الدفاع من كفاءة وروح معنوية عالية عبر مراحل التمرين يدعو للفخر والاعتزاز. مشيدا جلالته بالكفاءة العالية التي يتسم بها جميع رجال قوة دفاع البحرين وما يتحلون به من بسالة وشجاعة في جميع المهام التي تكل لهم، مضيفا جلالته أنهم دائما على قدر المسؤولية وموضع ثقتنا وتقديرنا المستمر، متمنيا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى لجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة.